يا التراب دفنت احبابي شهداء الكويت شهداء الصلاة والصيام الحاج الشهيد السعيد المرحوم طاهر سلمان ابو حمد ابو سالم وابنه الشاب الشهيد السعيد محمد احمد الجعفر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في محكم كتابه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. الشعب الكويتي الغيور الوفي، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم وصيامكم وقيامكم. أيها الأحباب، جرت العادة على شكر المتفضلين بالعزاء لأهل الفقيد، إلا إن اليوم يعيش شعب الكويت بمختلف شرائحه وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله وسمو ولي العهد حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء وأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة ممثل الشعب أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي وعلى رأسهم معالي رئيس مجلس الأمة يعيشون ألم الفراق الجلل على أبنائهم البررة، فهم جميعاً أصحاب العزاء. فعظم الله لكم الأجر جميعاً يا أهل الكويت بشهداء الحادث الإرهابي بتفجير جامع الإمام الصادق بدولة الكويت. أحسن الله لكم العزاء وحشر شهداء الكويت البررة في عليين مع الشهداء والصديقين، ونسأله تعالى أن يمن على جرحى الكويت بالشفاء العاجل ويحفظ الكويت قيادة وشعبا من كل مكروه. أهل الكويت المخلصين، من سنن الله في خلقه أن يصقل الشعوب والمجتمعات بمنعطفات مدوية تصل إلى أقصى درجات البذل والعطاء، حيث يجود الصالحين والأطهار بأنفسهم ودمائهم الطاهرة الزكية لصقل مجتمعاتهم وتعزيز منعتها. وقد من الله علينا وأكرمنا بأن اختار منا الشهداء لهذا المنعطف لتعزيز اللحمة الوطنية ووأد الفتنة ورد كيد أهل الفتن، وكان ذلك بالتفاف أهل الكويت بمختلف شرائحهم ومذاهبهم ودياناتهم حول وحدة الوطن وعودتهم لأصالتهم الطيبة. أهلنا الكرام، أكرم الباري عز وجل شهداء الصلاة والصيام بشهادة قل نظيرها، فقد استشهدوا في أفضل الشهور، شهر فيض الرحمة والكرم الإلهي، شهر رمضان المبارك، وفي أفضل أيامه يوم الجمعة، وفي صلاة الجماعة في بيت من بيوت الله، وفي أفضل الأوضاع العبادية وأقربها لله سبحانه وتعالى، وضعية السجود للمعشوق الأعلى، وفي أطهر الحالات الروحية حالة الصيام والانقطاع لضيافة الرحمن في شهر الله. فالحمد لله على فيض كرمه وعطائه، وهنيئا للشهداء وأهل الشهداء وأهل الكويت بهذه الشهادة. أهل الكويت الأوفياء، هذا العطاء يضعنا أمام مسؤوليات جسام للوفاء للشهداء ودمائهم الزكية بحفظ الوطن وصيانة وحدته وكرامته ومنعته وحسن أداء أمانة الوطن
وتفويت الفرصة على كل من يتربص بالكويت وأهلها الأوفياء. فعلينا ببذل المزيد من الجهود وعلى كافة الأصعدة لتنقية مختلف مناحي حياتنا من أي أفكار فتنوية داعشية دخيلة. فالمبادرة الجادة والحكيمة للوقاية تحثنا على وأد الفتن في حواضنها، وذلك حتماً خير من العلاج وأرشد. هذا المصاب الجلل أيها الأحبة، هذا المصاب الجلل على الكويت وأهلها صقل نفوسنا، فإن تألمنا على فراق الأحبة إلا إننا عازمون على مواجهة أهل الفتن، ونقول لهم إن كنا نألم فستألمون يا أهل الفتن من رد أهل الكويت والمحبين للقادم عليكم بإذن الله. فالعزة لله ولرسوله والمؤمنون والمؤمنين، والله مولانا، والله مولانا ولا مولى لكم، والله ناصرنا ولا ناصر لكم. والحمد لله رب العالمين على أن أكرم أهلينا بهذه الشهادة والسعادة. والخزي والعار لكم أيها الدواعش الجبناء. الإخوة والأخوات، كل الشكر على تعازيكم ومواساتكم لنا بشهادة السعداء الشهداء، أو بالأحرى كل الشكر لكم والتقدير على تهنئتكم لنا بنيل الشهادة. فبالأصالة عن نفسي ونيابة عن آل محمد وأبناء الشهيد السعيد الحاج طاهر سلمان محمد مسالم، ونيابة أيضاً عن آل الجعفر الكرام وأسرة الشهيد السعيد الشاب محمد أحمد الجعفر، نتقدم بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لكل من قام بواجب العزاء، سواء من شاركنا بالتشييع بدولة الكويت أو خلال من رافقنا إلى دولة العراق جمهورية العراق الشقيقة، أو من شرفنا بالحضور بمسجد الدولة الكبير أو بحسينية آل محمد، أو شاركنا العزاء عبر الصفحات الإلكترونية أو بالصحف اليومية أو بوسائل الاتصال الاجتماعية. وبالتأكيد أيها الأحباب، كان لها الأثر الطيب بتخفيف لوعة الفراق، وما تلك المشاعر الجياشة والحرص على مواساتنا بمصابنا الكبير، سواء كان من مواطنين أو مقيمين أو من دول مجلس التعاون والعالم أجمع ومن كل الديانات، يدل على نبلكم وتفهمكم لمعنى الشهادة والشهداء. هنيئاً لنا بكم أيها الأحباب والأطياب. شكراً من الأعماق لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، ومعالي رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم، ومعالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة والسيادة والوزراء وأعضاء مجلس الأمة والبلدي وأصحاب الفضيلة والسماحة، لا سيما سماحة الحكيم الإلهي الفقيه الرباني الحاج المولى الميرزا عبد الله الحائري الإحقاقي أدام الله ظله العالي. شكراً مرة أخرى للشعب الكويتي الغيور الوفي، شكراً للمقيمين على هذه الأرض الطيبة، شكراً للأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي حكومةً وشعباً، شكراً لأشقائنا في العراق حكومةً وشعباً على حسن الاستقبال والمشاركة في تشييع شهداء دولة الكويت وإكرام مرافقيهم. شكراً لجميع اللجان الشعبية التي ساهمت وشاركت في تشييع الشهداء سواء في دولة الكويت أو خلال وجودهم معنا في العراق الشقيق. إنا لله وإنا إليه راجعون،
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حفظ الله الكويت وأهلها من شرور الفتن، وأنعم علينا بالنصر المؤزر على كل من أراد الكويت وأهلها بسوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شكرا لحسن الاستماع والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.